اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي نبي الرحمة صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة الكبرى، ومن دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والملائكة الذين لي تعلق بهم في الدنيا والآخرة، وعلى الأرض التي يدفن فيها، وعلى الأرض التي عصيتك عليها، وعلى آله وأصحابه وأتباعه كله إلى يوم القيامة، كل ما تحب وترضى وبعدد ما تحب وترضى. يدور شري میں نے کچے گھر میں حضرت شیخ قدس سره سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کا معمول کون سے درود شریف کا ہے، تو حضرت نے اپنا یہ درود شریف فرمایا اور میں نے اسی وقت اپنی کاپی میں اسے لکھا تھا. اللہ تعالی ہم سب کی عاقبت بہتر فرمائے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.